تم اليوم افتتاح المنتدى الليبي التونسي للصناعة، وعلى أثره سيكون غدا بحول الله افتتاح المعرض الصنع في ليبيا. هذا المعرض الذي نعول عليه لمدة حوالي 5 أو 6 أشهر يعني فائتة، سيكون هو اللبنة الأساسية في التكامل الليبي التونسي للدخول إلى أسواق واعدة ولإتاحة الفرص للمستثمرين والصناع في كلا البلدين من تبادل الخبرات وتبادل المعارف وتبادل الاستثمارات ودخول الليبيون إلى البيئة التونسية ودخول البيئة الإخوة في تونس إلى ليبيا. وكل الأجراءات سيتم تسهيلها لننهض بصناعة واعدة تنطلق إلى بحول الله عز وجل إلى الأسواق الواعدة التي منها أفريقيا بحول الله. أحب من هذا المنبر الذي أتكلم منه على فتح معاهد تقنية بمشاركة البلدين في مجال التقنية الصناعية الحديثة التي تفتخر لها بلداننا، وهي التي كانت العمود الفقري للنهوض بالصناعات كبلد مثل ألمانيا. إن إصلاح التعليم يجب أن يسبق إصلاح الاقتصاد والصناعة، بل يجب أن يسبق إصلاح كل مناحي الحياة. السادة الوزراء، الإخوة المسؤولين بالمؤسسات الحكومية، السادة أعضاء السجن الدبلوماسي وممثلي الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، والسادة المشاركين في المعرض والضيوف الكرام، حللتم ونزلتم سهلا في معرض صنع في ليبيا. السلام عليكم. الاستثمار المشترك والاستثمار الليبي في تونس والاستثمار التونسي في ليبيا، فمن بين الحلول التي نقترحها بعث خط تمويل للمشاريع المشتركة والمشاريع الليبية في تونس والمشاريع التونسية في ليبيا، وهو ما سيعطي دفعا كبيرا للتعاون الثنائي وسيساعد على تحقيق هذه القفزة النوعية التي نتطلع إليها جميعا. كما ذكرت أن الإرادة السياسية موجودة، وبدأنا في اللبنة، ما على من يأتي بعدنا إلا أن يقود العرب فقط. الآن الحمد لله يعني بدأنا فعليا في إجراءات عملية، وهي التزام باتفاقيات وبمذكرات تفاهم ما بين البلدين، وبالتالي يعني نزلنا كل البرامج العملية إلى المؤسسات وأذرع كل الوزارات يعني حتى تتمكن من قيادة هذه المرحلة. أما الإرادة السياسية فوجدت، والآن ثمارها العملية هاي أنت الآن تنظر إليها بعينك أنها موجودة، والحمد لله. ولأول مرة يستطيع الصناع الليبيون أن يعرضوا منتجاتهم في دولة أجنبية التي كانت سبق للدولة التونسية أهلنا وأخوتنا وبلدنا. معالي السيد أحمد أبو عيسى وزير الصناعة والملاجئ لدولة ليبيا، سيدة وزيرة التجارة والتنمية الصادرات بتونس، سيدة رئيس الاتحاد الصناعة والتجارة، السادة الممثلين الهيئات الدولية، أصحاب السمو، السادة أعضاء الوفدين، سيدتي وسادتي، اسمحوا لي في البداية أن أعبر لكم عن سعادتي واعتزازي بوجود اليوم بينكم في إطار فعاليات منتدى أعتبر أنه من أهم المنتديات، وهو منتدى التكامل التونسي الليبي والليبي التونسي. ولكن قبل الحديث عن هذا المنتدى، أود كذلك أن أرحب بكافة الأخوة والأخوات التي قدموا من ليبيا الشقيقة للمشاركة في هذه التظاهرة الهامة. الأخوات الفضليات وزيرة التجارة ووزيرة الصناعة يبذلان مجهود كبير في هذا الشأن، وتطرقنا في هذا الشأن لإمكانية الوصول إلى حلول حقيقية من خلال تعديل بعض اللوائح وبعض القوانين التي تقف عائق أمام هذا التدفق للسلع والخدمات بين الدولتين، حتى يتسنى فتح بيئات الاستثمار في كلا البلدين. أنا سأتكلم عن ليبيا. ليبيا يعرفها الجميع، تتبوأ موقع جغرافي مهم يكاد يكون الأفضل في دول العالم من خلال إطلالها على البحر الأبيض المتوسط ومنتصف أفريقيا في الشمال، وهي بوابة أفريقيا الحقيقية، وتربطنا العديد من العلاقات في أفريقيا،
وبالتالي تصبح ليبيا بيئة جاذبة للاستثمار ومنها إلى التسويق إلى هذه السوق الواعدة. ما ينقصنا إلا الإرادة، والإرادة أصبحت موجودة إيمانا منا نحن في حكومة الوحدة الوطنية بأن التكامل الاقتصادي هو أساس النهوض من خلال البحث على مصادر التمويل ومصادر الطاقة ومصادر التكنولوجيا التي من خلالها نصبو إلى أن نكون السباقون لهذه الأسواق. فارتأينا منذ استلامنا لمهام وزارة الصناعة أن يكون لدول الجوار الصدق في هذا الأمر، وفعلا بدأنا في الاتصال مع الأخوة في تونس وكذلك الأخوة في مصر، وبدأنا في إجراءات عملية تخللتها العديد من البرامج. نذكر منها على سبيل المثال الحصر، التعاون في مجال المناطق الصناعية. لدينا في ليبيا العديد من المناطق الصناعية تحتاج إلى مطورين وتحتاج إلى قدرات بشرية قادرة على التطوير، ومن هنا ارتأينا التجربة التونسية تجربة رائدة في مجال المناطق الصناعية، ونحن نعول في هذا الشأن وبدأنا فعليا في إجراءات. ومن ثم انتقلنا إلى إجراء آخر وهو مجال التعدين. ليبيا ولله الحمد والمنة لديها العديد من الطاقات ولديها العديد من الموارد المعدنية الفلزية وغير الفلزية، ولديها النفط والطاقة والغاز. ما ينقصنا إلا الشراكة والتشبيك مع دول الجوار، وهذا لا يتأتى بالشعارات ولا بالخطابات، إنما يتأتى بالبرامج العملية الحقيقية التي تبدأ من نقطة حسن النية والمعاملة بالمثل. نحن حقيقة لدينا كما ذكرت سلفا لدينا بعض المشكلات التي يجب وينبغي على الأخوة في تونس النظر إليها بعين الاعتبار وأخذها محمل الجد حتى يتسنى لنا بناء لبنات هذا التكامل على الأقل في هذه المرحلة، ومن يأتي بعدنا يجد قاعدة رصينة وجاهزة للاستثمار. والله هو هذا المنتدى، طبعا مشاركتنا في هذا المنتدى نهدف من خلالها للتسويق للصناعة الليبية وللجودة الليبية وتحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي ما بين دولتين الشقيقتين في مجال الصناعات المختلفة. يعني نتمنى ان شاء الله نوصلوا لهذا الهدف ونحققوا يعني الحد الأدنى من التعريف بالصناعة الليبية في على الأقل في السوق التونسي، وأيضا يعني نحدد من خلال هذه المشاركة الوجهات المختلفة التي قد نحققها من خلال شراكة تونسية للدخول للأسواق الأفريقية. ليبيا تصنع كل شيء الحقيقة. في ليبيا توجد الموارد، توجد رؤوس الأموال، توجد مواد الخام، كل الإمكانيات متوفرة في ليبيا. ليبيا تعثرت في مرحلة معينة من مراحل الصناعة في ليبيا تعثرت، ولكن الآن ليبيا تستعيد قوتها مرة أخرى، توجد بها كل الإمكانيات وكل الفرص متاحة، تحتاج فقط للتسويق بشكل جيد، تحتاج لدور حكومي كبير في الترويج للصناعة الليبية، وأعتقد أن هذه خطوة كبيرة التي يقوم بها الآن اتحاد الصناعة الليبي للتعريف بالصناعات الليبية، للتعريف بالجودة الليبية، لزرع وبناء الثقة في المنتج الليبي من خلال الأسواق الدول المجاورة مثل دولة تونس ودولة مصر وغيرها. يعني